بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، في هذه الدقائق المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف نحن وإياكم إن شاء الله مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، نتدارسها نحن وإياكم على رجاء أن ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، طالما استوقفتني وتوقفت عندها كثيرا لأتأمل في معانيها. هذه الآية مرتبطة بمجموعة من الآيات التي تتحدث عن التوبة. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في آية التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح، التوبة النصوح الصادقة المخلصة التي تصدر من قلب الإنسان المسلم صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى، يندم على ما فعل، يندم على ما كان، لأنه يتأذى من هذا الذنب الذي وقع فيه، ثم يقلع عنه في الحاضر ناويا صادقا عازما على ألا يعود إليه في المستقبل. وإن كان لأحد حق عليه أعاد هذه الحقوق إلى أصحابها. نعم، إنها التوبة النصوح التي أمر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين. لاحظوا أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا. عجيب، هل المؤمن يذنب؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم، نعم، كل إنسان خطاء كثير الخطأ أيضا، فهو يدوم على الخطأ ويستمر منه، ولكن التواب هو خير الخطائين، نعم، الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يستثنى من عموم هذا الحديث إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلا من حفظهم الله سبحانه وتعالى فلم يقعوا في خطأ أو معصية. نعم، خير الخطائين التوابون، ويثني الله سبحانه وتعالى عليهم فيقول: وخير الخطائين التوابون. إذن لما الله سبحانه وتعالى بدأ فقال: يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا المعنى مقصود. نعم، أنت أيها المؤمن دخولك في الإيمان لا يعني أنك قد تنزهت عن المعصية، فالذنب مكتوب على بني آدم. جاء في الحديث الصحيح أيضا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا كرام يا كريمات، هذا ليس تبريرا للذنب، ولكن هذا بيان للواقع. نحن كبشر نخطئ، تقع منا المعصية، وعلينا أن نحذر من هذه المعصية، لأننا ابتلينا وكلفنا أن نقوم إلى الله سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك يا أحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما في الآية الكريمة يحب التوابين. إذن قد تكون التوبة طريقا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، لهذه الدرجة تكون طريقا إلى محبة الله سبحانه. ومن هذا المعنى أخذ بعض العلماء فقالوا: رب معصية أورثت صاحبها الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها النار. الله أكبر، كيف يكون هذا؟ يقول إن الإنسان إذا أصابته معصية، وكلما تذكر هذه المعصية خشع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر وأقبل عليه بالطاعات، فكانت معصيته سببا دافعا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى أكثر، فكانت هذه المعصية بما تركته من آثار
في نفس هذا الإنسان المؤمن بما تركته من آثار كانت طريقا له إلى الجنة. ورب طائع يقوم بطاعة فيعجب بعمله ويتكبر على خلقه فتكون والعياذ بالله طريقا إلى النار. نعم، ما أجملها أن يعترف الإنسان بذنبه وتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى ويبدأ يرمم ما وقع منه من معاصي ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى على أفضل حال وعلى أكمل حال. نعم يا أحبة، إياك إذا وقعت أخي الحبيب أختي الكريمة، إذا وقعتم في ذنب أو في معصية، إياك أن تستكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. إبليس خالف أمر الله سبحانه وتعالى وكان عاصيا لله سبحانه وتعالى، فلما استكبر كفر وطرد من الجنة والعياذ بالله. من الناس من إذا وقع في معصية يبدأ يبرر ويبدأ يجد لنفسه المعاذير، وليس هذا حال الإنسان المؤمن، وإنما حال المؤمن إذا وقعت منه معصية أن يقبل على الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا، بل ويزيد في الطاعات. نعم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بمعنى إذا وجدت من نفسك معاصي وأخطاء وذنوب، نظرة حرام، كلمة حرام، موقف حرام، ماذا تفعل؟ أقبل على الله أكثر، على نية أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما كان، على نية أن تجدد مع الله سبحانه وتعالى العلاقة. وهذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال الحق سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. من هذا المعنى، فالناس يا كرام مع المعصية على نوعين: نوع إذا أصابته هذه المعصية يأس، هذا النوع المرفوض الذي لم يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يحبه الله سبحانه وتعالى، إذا أصابته المعصية يأس. والشيطان يا كرام يستثمر مع اليائسين، يستثمر مع المحبطين، يأتي فيقول له: هل تظن نفسك من أهل الجنة؟ فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فييئسه من رحمة الله، حتى إذا يأس أقبل على المعاصي ودخل في أجوائها ودخل فيما فيها من ذنوب، فازداد في المعاصي أكثر حتى تهلكه والعياذ بالله. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يا أحبة، إننا دائما لدينا أمل برحمة الله سبحانه وتعالى، وعندنا ثقة بأن الله سبحانه وتعالى كريم عفو رحيم سبحانه وتعالى، ونحن نقبل عليه. في المقابل من الناس أيضا من يبرر هذه المعصية ويقول: فعلتها من أجل كذا ومن أجل كذا، ويبدأ يبرر هذا الواقع. النفس تعتاد على المعصية، تتعايش مع المعصية، وبالتالي تكررها مرة ثانية فثالثة فرابعة، فيصبح بينه وبين المعصية نوع من التطبيع، أي أنه يتقبلها وتصبح كأنها طبيعية، عندها يزداد أكثر في الابتعاد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. وأشدهم وأخطرهم كما قلنا أن يدخل في المرحلة الإبليسية وأن يبدأ يقول: لا، هذا الحكم لا يناسب وغير صحيح. بل للأسف، للأسف الشديد، وقع كثير من الشباب بالإلحاد نتيجة معصية قليلة وقع فيها، معصية لم يستطع أن يتركها، بدل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى أكثر قال: أصلا أنا لا أؤمن بهذا الحكم الشرعي، أو قال: أنا لا أؤمن بالآخرة، أو قال: أنا لا أؤمن بالله. فكانت المعصية سببا في خلوده في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ما هو حال المؤمن في المقابل؟ حال المؤمن الصادق أن يحول هذه المعصية إلى فرصة للإقبال على الله سبحانه وتعالى أكثر، يقبل على الله سبحانه وتعالى بأن يتذكر ذنبه، أن يخشع، أن يدعو، أن يقول: يا رب سامحت فاغفر لي، اغفر لي ذنبي واستر علي عيبي ولا تؤاخذني. ثم يقبل على الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات،
فكلما وقعت منه معصية أقبل على الله أكثر حتى يتركه الشيطان لأنه قد يئس منه. نعم يا أحبة، هذا هو حال المؤمن مع المعاصي. طيب، هناك شيء أكثر من هذا إخواني الكرام أخواتي الكريمات، التوبة زاد على الطريق. هذه التوبة ليست مرحلة أنت تتجاوزها، وإنما مرحلة تأخذها معك. وفي هذا نتذكر ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله حينما قال: إن لله عز وجل صفوة من عباده، منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، يقطعون المراحل في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما قطعوا شوطا نظروا في حالهم قبل ذلك، فلما نظروا فيه استغفروا. يعني هو في ترقي، في صعود، وهو أثناء هذا الصعود ينظر في حاله قبل ذلك، وإذا هو يستشعر أنه كان مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى، فيستغفر من المرحلة الماضية، فيبقى دائما في استغفار ودائما في إقبال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين ومن المرضيين ومن المرفوعين. نختم يا كرام بالدعاء المشهور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء سيد الاستغفار. ونحن نستحضر ذنوبنا، نستحضر تقصيرنا، نستحضر أخطاءنا، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة مقبلة عازمة على ألا تعود إلى الذنب، وعازمة على أن تقبل على الله بالطاعات أكثر. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك يا ربنا من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا في من وفيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك يا رب من كل الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.